عمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تشرب ايه؟ لا ولا حاجة. لا والله ابدا ما يصحش. الواد اللي جنبنا هنا بيعمل صوبيا من الاخر، اجيب لك منها. لا الله يكرمك، بحبها بس ماليش نفس. ده انا جالك عشان البتاع اللي انت مركبها لي دي طلعت اي كلام. طلعت بتحجب الشمس مش مخليني اعرف اسوق، مش شايف منها، مضايقاني. مضايقك ازاي يا معلم؟ هي دي بتبان ما بتعملش حاجة، شفافة. شايف انا الحال نايم النهارده، انا فاكر في زباين والدنيا ماشية. هي الدنيا نايمة النهارده فعلا، بس عادي يعني الحمد لله، ربك بيرزق في اي وقت. والله معلم من ساعة ما فتحت الورشة دي بيراضيني كل يوم. نعم بالله. نعم بالله. أحلى كلمة قلتها الحمد لله. طب ما تسيبك الشغلانة دي. تحلك مركز قد ده 10 مرات، أنت بالمجهود وأنا برأس المال. شركة. لا 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 لا، أنا ما أحبش الكلام ده خالص. أنا عامل زي الطير، أحب أعيش حر. أنت الطول يا ليفة لما تشرجع في الرقم ده. وبعدين أنا الشريك على نياته. مفيش حد على نياته في الزمان ده. بعدين بصراحة كده مش داخلة عليا الدخلة اللي أنت داخلها دي والبتاع اللي مضايقك ومش عارف تسوق منه. أنت من الآخر كده حبيتني وشايفني جدع، وأنا كمان حبيتك. أنا أحب الناس اللي دماغها سابقة سنها كده. أنا استجدعتك والله، أنت داخل دماغي. سابقة سنها؟ أنت شايف إن أنا دماغي سابقة سني؟ بكتير ما شاء الله. والله ما كنت أعرف أنام النهاردة لو ما كنتش دخلت دماغك وما شفتنيش إن دماغي سابقة سني. ماشي، السلام عليكم. السلام عليكم. طب انت جيت في ايه وماشي في ايه؟ جيت كده. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. انت عايز طعم دواسات بعد اسلام؟ من عينيا. حاضر. ما شاء الله بدأت تندع. جيت اكتر من رايحات. سلام يا معلم سيف. سلام يا معلم. سلام عليكم. سلام عليكم. وامورني يا باشا، كنت عايز ايه؟ دماغي سبق سني.